حوالي 20 عنوان كتاب بأكثر من 10,000 نسخة يشرف ميمون شهريا على طباعتها وصقلها لتكون في أفضل حلة جاهزة للتوزيع والقراءة. لكن هدير آلات هذه المطبعة وسط مدينة سلاء بات يخشى الصمت بعد أن أخرست أزمة كورونا قطاعات عديدة، حسب ميمون الذي يقول أن تداعيات الوباء العالمي زادت الكتاب الورقي انحسارا واختناقا. ننتج الكتاب ولا يمكن أن نصله إلى القارئ بسبب هذه الجائحة، لأن المقاهي الثقافية أغلقت، الجامعات أغلقت، دور النشر والموزعين ما يمكنش يتنقلوا، هذه اللي خلت الكتاب ما يوصلش للقارئ مباشرة. منع التنقل بين المدن وتقييد حركة الأفراد كإجراء لوقف انتشار فيروس كورونا أعاق عمل شركات نقل وتوزيع الكتاب، فيما توقف معارض الكتاب وحفلات التوقيع والأنشطة الفكرية والثقافية أضر بالكتاب والناشرين ونقاط التوزيع حسب معنيين. بعد الحجر الصحي انت الناس ما كنتش كتخرج انت فتأثروا انت، مع انه جاء مفاجئ، يعني كل ما كانش مفاجئ كان يمكن مثلا الناس يجيو يشريو باش ديك الجلسه في الدار يجلس يقرا قصص يجلس كذا. وبحسب مراقبين زادت جائحة كورونا أيضا من تدني نسب القراءة، حيث يفضل الكثير المحتوى الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي ملاذا في الحجر الصحي. المواطنين داتهم بزاف هاد لا تكنولوجيا، التكنولوجيا هذه خداتهم بزاف على وبعداتهم على الكتاب، لأن يعني الكتاب هو صديق مستمر معك دائما في الحياة ديالك، قدر تاخذه في أي بلاصة، في المقهى أو في الشارع أو في شي إدارة أنت كتشتغل فيها أو في شي مكان. كورونا التأثير ديالها كبير بزاف على الكتاب، الناس ما بقاوش كيقراو وما بقاوش مواصل التواصل الاجتماعي خرجات على هذا اسمه. منافسة التكنولوجيا وقرصنة الكتب وانتهاك حقوق الملكية الفكرية أزمات لطالما هددت صناعة الكتاب، وأزمة كورونا كما علقت طباعة المجلات والجرائد الورقية تكاد تدق المسمار الأخير بوصف مراقبين في نعش القراءة والكتاب الورقي. بعد تدني نسب النشر والتوزيع والقراءة، فاقمت أزمة كورونا وضع المطبوعات والكتاب الورقي بعد أن تحولت الكثير من اللقاءات الفكرية والثقافية وأيضا الإنسانية إلى الفضاء الافتراضي. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.